رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل ومكملين مع كابتن حسن الشابي. انت لعبت بقى مع نجوم كبار جدا يعني خلال مسيرتك الكبيرة جدا، مين لحد دلوقتي لسه قريب منك وبتتواصل معاه؟ لا كلهم. كلهم؟ لا مستحيل يبقى كلهم، اكيد في شويه كلهم بلا استثناء يعني كل الناس، لان خلي بالك انت في مجال الكوره او في اي فريق بتلعب فيه بيبقى ليك جروب كده، الجروب ده ممكن تتداخلوا اسريا مع بعض، تخرجوا وتروحوا مكان مع بعض. فانا الحمد لله في كل فريق ليا عدد كبير جدا من زمايلي، انا اجتماعي بشكل كبير جدا، بحب زمايلي جدا. اي حد من زمايلي الحمد لله وازعم بده يعني ان بيبقى في عنده مشكله سواء بره الكوره او في الكوره بيلجأ لي، وبعتقد ان انا بكون قد المسؤوليه لان انا بحب زمايلي جدا وبحترمهم جدا، وعارف ان انت عارفه هي رحله قصيره يعني مش هنطول فيها قوي، فمش هيب مش هتفضل حاجه غير سيرتك او اللي انت بتعمله هو ده اللي هيبقى باقي. فانا بحاول بقدر الامكان ان انا ما اتاخرش عن حد من زمايلي، فعلاقاتي في الوسط الكروي كبيره جدا جدا يعني اتعاملت مع لعيبه كبيره جدا، من اهم اللعيبه دي الفتره اللي انا كنت قضيتها في الانتاج الحربي. طبعا كابتن شوقي غريب كان مدير فني فجاب لعيبه محمد ناجي جده، محمد زيدان، محمد فضل، محمود عبد الحكيم، امير عبد الحميد، محمود فتح الله، صلاح امين، مش عايز انسى حد لانهم كلهم اسماء كبيره جدا. لا بس انا مش عايزه اجابات عامه يا كابتن، انا عايزاك يعني حد او اثنين او ثلاثه ماكسيموم تقول لي انك لسه لحد دلوقتي قريب منهم جدا وبتتكلم. لا انا لو اتكلمت في تحديد اسماء الناس كلها تزعل مني، لان انا بقول لك انا لحد امبارح بالليل دبلوماسي جدا هنتعامل مع بعض. لا مش زعل والله، انا لحد امبارح بالليل مثلا بكلم فضل يعني محمد فضل فتح الله قبلها بيومين كان بيكلمني، صلاح امين طول الوقت بنتكلم. بتتكلموا في ايه بقى؟ بنتكلم في كل حاجه، بنهزر بنضحك بنتكلم في الكوره. فضل طول الوقت طبعا فضل دمه خفيف جدا، وفضل من اكتر الشخصيات اللي انا اتعلمت منها حاجات بجد، فضل وفتح الله وامير عبد الحميد. الناس دي انا اتعلمت منهم حاجات كتيره جدا. بس على المستوى ده في الشغل وفي الكوره، على المستوى الانساني فضل اتعلمت منه حاجات كتيره جدا. ودي حاجه للامانه لازم اقولها، انا ما قلتهاش قبل كده بس لازم اقولها، محمد فضل مر بظروف صعبه جدا في حياته، صعبه جدا. ومعظم الناس عارفينها، وفاته اخته وبعد كده والدته وبعد كده باباه وبعد كده اسماعيل ربنا يرحمه وابنه. فكل المواقف دي مواقف صعبه، ما تهدش بني ادم او تكسره تموته طبعا. يعني من المواقف اللي انا لحد النهارده مأثر فيها جدا فضل، كان اي مشكله بكلمه وباخد رايه فيها، لما كنا في مشكله بكلمه بيقول لي على رايه بمنتهى الامانه وجدع جدا. فبعد وفاه اسماعيل بفتره قليله انا بتصل على فضل عشان اطمن عليه، كنت معاه الفتره دي على طول، لكن بكلمه بعدها عشان اطمن عليه. والله العظيم يا روزان زي ما بقول لك كده قعدنا نتكلم حوالي ساعتين، طول الساعتين انا بضحك قاعد بيتكلم معايا وانا عارف بضحك، فبقيت مستغرب غريبه جدا راجل يتكلم مع راجل صاحبه تاني ساعتين. لا مستغرب بقى الطاقه اللي جواه والباور اللي بيديهولك والامل اللي بيديهولك، حتى لو بشكل غير مباشر، مش عايز يوصلك ان انت تشيل همه، لا اتبسط وعيش حياتك ويتكلم معاك في تفاصيل كتيره جدا. فدي من فضل من الشخصيات اللي انا متاثر بيها جدا وتاثرت بيها جدا في حياتي يعني، ومن الشخصيات اللي انا بحبها جدا يعني. لكن في زمايلي كتير جدا في النادي هنا، او عمرو فتحي بره الكوره يعني كان معايا في سموحه، محمد حمدي زكي هنا، محمد سمير. لا انا كل علاقتي بالكل الوسط قويه جدا، فمش عايز اقول اسماء لان لو قلت اسماء هزعل ناس كتيره جدا مني يعني.